الآن عندنا يعني شيء توضيحي لبعض الأشجار اللي ما يعرفونها. احنا كان هذا إروة، هذا شجر الإروة. الآن نعرف بعض أخواننا وكل المتابعين واللي ما يعرف عاد القدامى عارف ان هذا مروة، هذا شجر الإروة. اين ذحين الآن كيف بياضه؟ هذا كان الواحد اللي عنده جرح يسحب منه هكذا ويحطه على مجرح، هذا يسميه إروة. هذا علاج للجروح، لا اي واحد تنقطع رجله او عنده بلحة او قابل له منصد او شيء فكان نستعمل له هذا مروة. هذا مروة، وهذه مقطبة تاكلها مدواب لكن انت ما تقدر تمشي عليها لان فيها شوك. هذه تسمى قطبة، قطبة عين لانها كلها شوك، ما تقدر تمشي عليها ولا تراني انا اشيل لها كذا وانا دققني. وبعض الناس يعني سالوا الحقيقه بعض الناس اللي عندهم صفحات عن التصوير